أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامج هدية محبة. اليوم إحنا متواجدين في مدينة أريحة، رح نتعرف على قصة المسن محمد سرديح مريض كلى، ونشوف جمعية فائض ما لديكم شو رح تقدم له. خليكم معنا. يعني معاناة جديدة، وجع جديد، حابين نعرف أكثر شو هي قصة محمد سرديح. محمد سرديح هو مريض بيغسل كلى من 5 سنين. لتكون عارف أنه غسيل الكلى هو لازم يكون يوم بعد يوم. غسيل الكلى بيقدرش يشتغل لأنه بيغسل 4 ساعات وبروح بيكون هلكان، وأصلا ما عنده يعني ما بيكون في عنده قوة ليقدر أنه يشتغل. معاناة محمد سرديح هي من 5 سنين، فلو كان بأول 5 سنين أموره جيدة، فإحنا اليوم بعد 5 سنين ونص أو يعني هاي بدنا نبلش في السادسة أموره بلشت تسوء. ليش؟ لأنه هو اهتلاك يوم بعد يوم، لازم يطلع من هنا للمستشفى ليغسل كلى، بده تاكسي تاخده، تاكسي تجيبه، لازم يكون معه مرافق، وخلال وجوده في المستشفى بيحتاج مي، بيحتاج كمان شغلاته موجود، يعني مش فقط هو راح يغسل وبده يضل قاعد ويجي. نعم. يعني في كمان احتياج ثاني، في عندنا كمية من الأدوية اللي بياخذها، هو عنده ضغط وسكري، ومعاناته انه هو ما عندوش فيش اللي هو زوجته، ومعاناته انه ما فيش ولا نوع من الدخل بيدخل على هذا البيت. وانت بتحكي عن معاناة طويلة صار لها 5 سنين ومستمرة، نسأل الله انه يكون له يعني يكون قادر هو يكون قوي ليقدر انه على الأقل انه يعيل حاله او يوفر، بس للأسف احنا ما قدرنا مع هذه الأسرة نعمل إشي، لأنك أنت بتحكي عن إنه الأب الزوج بيغسل كلى، الزوج لازم تضلها مرافقته موجودة معه كل الوقت. نعم. حتى أنت لما بتشوف إنه إحنا اليوم عمال نبلع نار، لأنه هو جسمه بتحملش برد، ما فيش إمكانية يشغله صوبة أو عشان ما يشحنوش كهرباء، فهي المعاناة إنه هو بمرض وهو بيحتاج شغلات كثير، ومنها على الأقل الدفع أو تحمل جسمه. ولكن للأسف إنه بعدم وجود دخل، بعدم وجود أي شيء عنده، هو بخليه إنه يتعايش بالموجود. حتى لما إحنا بنيجي نحكي إنه المريض السكري هو بيحتاج نظام غذائي صحي عشان ما يرتفعش السكري، بس لما يكون أنت معاك فلوس تروح تشتري الأكل، بس لما يكون في وضع إنسان صعب ما فيش إشي، فكل ما إشي بده يجي لازم يأكل، وفي النهاية رفع السكري ولا رفع الضغط بطلت تفرق. فإحنا عندنا معاناة لأب مريض بتعول لزوجته أو بتكون في زوجته، ولكن بدون أدنى مقومات الحياة. بدأت معاناتنا في هذا الكنباية. هو بطبيعة المرض اللي عنده ما بيقدر ينام، لازم يضل قاعد على كرسي، فهو لما بده يكون قاعد على كرسي لازم يضل ظهره مرفوع عشان كمان المية على الرئة. فكانت هذه الكرسي هي أول ما جينا لما زرناه كان بيستخدمها أو بينام عليها، ولكن إنك تتخيلي قديش الموضوع بسيء. نعم. طبعاً توفر له كرسي طبية مع حتى فيها المساج، لأنه في النهاية إنه هذه الناس بظروفها اللي بيعيشوها إحنا بنحاول نوفر لهم شيء يريحهم وطبي ويستفيدوا منه. فكانت معاناتنا بدايتنا مع هذا الكرسي، والسوء اللي راح تشوفيه جوا بوضع الأسرة وكثرة الأدوية واحتياجات البيت. وطبعا زي ما حكيت لك هو ما فيش دخل، لانه الاب مريض ممنوع يشتغل، والزوجه هي مرافقه فقط لرب الاسره. طيب خلينا نشوف مع بعض. تفضلي. السلام عليكم. طبعا الباب بتحكي ما فيش، يعني هذا الباب بتغطيه مصلى ولفحات انه ما فيش لا كزاز، وهذا بتحكي انه لما يكون في البرد قديش. العم ابو سامر هو بيحتاج حسب المرض وطبيعه مرضه بده تدفئه باستمرار، فهذه الصوبه اللي هي دوب شغاله، وعندنا مشكله انه بتشتغلش كل الوقت لانه بنحتاج شحن كهرباء،
واللي بتوفر من واللي بتوفر من المساعدات ويا دوب يا دوب يجيب الادويه. هذه الادويه اللي بياخذها. فانت بتحكيش عن نوعين وثلاث واربعة، احنا بنحكي عن غسيل كلى، بنحكي عن ضغط، بنحكي عن سكري، بنحكي عن مي على الرئه. لو شوف ايش كمان، كلب مفتوح، لو شفتنا جسمه بتشوفي كمان في شيء تقرحات وقصص. فيعني إننا بنحكي عن معاناة كبيرة لهذه الأسرة، هي يدوبنا بين الأدوية أو بين الاحتياجات الأساسية ما يقرر في الدار، أو حتى الأكل اللي إحنا لازم نيجي نقول إنه حد عنده قلب مفتوح وضغط وسكري لازم يكون عنده نظام غذائي ووضع صحي يقدر يعني يوفر احتياجاته. نعم. الكرسي يعني هذه صحيح شكلها كهرباء، بس هي يعني هي فقط لمجرد كرسي، لأنه هي خربانة وعملية تصليحها يعني بتحتاج لتكلفة، وهي النواة الوحيدة اللي ممكن مرته إنها عشان إذا هو بقدرش يضل قاعد جوا البيت كل الوقت، إنه لو بده يطلع برا حتى لما بده يطلع من هون للسيارة، لأنه هو ما بقدر يمشي. يعني هلا أي حركة بده يروح فيها حمام سيارة عشان يطلع للغسيل أو شيء لازم حدا يمسكه أو يحمله. فهذه الكرسي هي الأداة. هلأ المفروض الكرسي الكهرباء هي بتوفر أو بتخفف المعاناة على الزوج المسن اللي أصلاً هي مريضة، ولكن إنه هلأ بوجود عدم وجود كرسي كهرباء هي بدها قوة أكثر عشان تقدر تطلعه حتى عن العتبة اللي هي أصلاً معمولة بطريقة غير سليمة وفيها قوة أن تقدر تطلعه برا البيت. نعم، نتمنى لك طبعاً الشفاء إن شاء الله. طيب إيش اليوم رايحين تقدموا للمسن محمد سراديح؟ طبعاً إحنا فكرتنا مش اللي بدنا نقدمه اليوم، إحنا مع الأسرة من فترة وبنشتغل على توفير احتياجاتها ضمن ما يقدم من أهل الخير، ولكن إحنا اليوم هدية المحبة اللي دائماً إحنا بنحاول نكون فيها مع الأسر كرسي كهرباء. وهذا الكرسي نتمنى إنه فيه نخفف معاناة زوجته عشان تبطل هي في الطلع وطلع وتنزل، زائد إنه إحنا في عنا احتياجات اللي هي مهمة للبيت زي مواد التنظيف والاحتياجات التموينية والحرمات اللي بتحتاجها. فدائما إحنا تتابعنا ومواصلتنا مع الأسرة باحتياجاتها هي شو اللي بتحتاجه، هي مش فقط مساعدات توزع، ولكن إنه إحنا بنيجي هنا نشوف شو بدنا هذه الأسرة. في عنا مشكلة في الكهرباء، راح يتم اليوم إن شاء الله الشحن بقيمة 500 شيكل كهرباء عشان يكون من هنا يعني على الأقل لشهرين أمورهم في الكهرباء منظمة، زائد إنه إحنا موجودين مع هذه الأسرة ومع الأسر الثانية اللي بتعيش بنفس الظروف على مدار السنة مش فقط بزيارات متقطعة. نعم، شكرا لك ويعطيك العافية. هاي التسكير تشغيل، نرجع يعطيك العافية يا حاج. الله يعافيك. احكي لي عن صحتك أكثر، احكي لي عن مرضك، احكي لي عن معاناتك، متى بلش معك المرض؟ أنا بعرف إنه عندك أكثر من شغلة مش بس غسيل كلى. احكي لي عنك أكثر. أول شيء صابني ضغط سكري من حوالي 15 سنة. وأنت صغير كثير. وبعدين عندي قلب مفتوح.
وعندي ديسكات، خمس ديسكات في ظهري. نعم. وبعدين صابني الكلى. والله يعني شغلات كثير بتصير معي. يعني غسيل الكلى صعب جدا. يعني تقعدي ثلاث ساعات، أربع ساعات وأنت بتغسلي. تتعبي. يا بطل الضغط ماشي، يا بنزل، يا هذه حال الدنيا. كيف كنت تروح وتيجي وأنت تعبان؟ والله كنت بسيارة أول إشي. أقعد أستنى أشياء أجت وما أجت شو. بعدين أخذت من أخوي صار وديني ويجيبني. بعدين في العرباية عندي كانت عرباية كنت رايح قبل الوقت بسنتين وأصير مستشفي. طب مين بيصرف على البيت؟ والله عائلتي. قديش بتفرق معك بعد الكرسي الجديد وبعد الهدية المحبة اللي قدمتها جمعية فؤاد ما لديكم؟ شي كثير. الصبح بنزل على المستشفى كنت على العرباية كنت في الهواء. لما اطلع في السيارة بدوخ. ما بس المستشفى لا تعبان. والله. والحمد لله. نشكرهم على هذه الهدية. لأن بدينا المستشفى برجاني. وفر لي أجرات كثير. يوم بدفع 20 40 شيكل. هلا طبعا ما كنت انت تطلع مثلا عند جيران برا البيت عند حدا عشان الكرسي، بس هلا بعد الكرسي انا بطلع براحتي وحريتي وما حدا بسوقني. كانت انت اول شيء تتعب معي جون نجر، لكن لقيت لها الحمد لله. بتمنى لك دوام الصحة والعافية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اللي سلطنا الضوء من خلالها على جزء صغير من معاناة الناس. استنونا في حلقة جديدة من برنامج هدية محبة. إلى اللقاء.